يقولون لك بفخر واعتزاز: الإيمان يجلب الطمأنينة. تنظر في الحاضر والماضي لتتأكد، فتجد أن الوقائع تثبت العكس. لماذا يدعون شيئا لا وجود له؟ ثم ما الضير من التصريح بالقلق وحتى الشك وعدم الإيمان؟ تنظر مرة أخرى لكلامهم وكتبهم، فتجد أن الكلمات ليست ابنة هذه الأرض ولا وقائعها ولا حتى بشرها. فمن أين يأتون بهذا الكلام؟ تحاول أن تتحدث معهم فيهبون بوجهك فورا كمن لسعته أفعى، فلا تفهم أين هي هذه الطمأنينة التي يتحدثون عنها. تحاول أن تفهم فتكتشف أن الكل يعرف مدى خشيتهم من العقاب الإلهي، فيضان الهواجس والوساوس التي تجتاحهم من عواقب أي حركة أو فكرة أو قول أو فعل خارج مساطر الحظيرة، والتي يضعها بالطبع شيخ الحظيرة الأكبر، أي تلك التي يسمونها فعلا وواقعا وتاريخا حظيرة الدين. يكفي لنتأكد سماع صوت هؤلاء المؤمنين العالي أثناء النقاش، كذلك انشغالهم بالانقطاع في مهاجمة الآخرين منذ قرون، ليس الآن فقط، وذلك بحجة غيرتهم على الدين. تدقق فتكتشف أنها ليست غيرة، إنما رفض لمواجهة الواقع، بالضبط كما يتهرب أي مدمن سجائر أو كحول من رائحة أي نقد أو حتى نصيحة صادقة تخرجهم من كهف الإيمان أو الإدمان الذي حشرهم فيه منذ ولادة عشرات بل مئات الدجالين والمرابين والمنتفعين. مساكين بصراحة لا يوجد لديهم حل آخر للحفاظ على ما يسمونه حلاوة الإيمان، فهم بهذه الطريقة يهربون إلى الأمام فيتحاشون كل ما يقلق راحتهم النفسية في العيش أين في حظيرة الإيمان، ويتناولون علف الكلام الساحر اللطيف الذي تعودوا على استمرائه منذ نعومة أظفارهم، وهي في الحقيقة ليست بحظيرة الإيمان إنما حظيرة الإدمان. ولكن ما العمل؟ والخطأ هو الخطأ، والنقد الطبيعي وليس الدين الإدماني لا يتوقف من الآخرين. هؤلاء يقدمون لهم نصائح، فماذا يفعلون؟ هنا يظهر لهم الحل السحري، وهو إلغاء هذا الآخر والتخلص منه، ليس بوصفه آخر آخر يمتلك رأيا وحلا مختلفا، بل بوصفه محرضا يثير البدع والفتن. والحقيقة أنهم هم من ينشر البدع الغريبة العجيبة، الحقيقة هم من يقفون في طريق كل من يحاول أن يعود إلى الواقع كما هو ودون لف وأساطير ودوران. منصور الناصر.